تكنو 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 تكنو. احتلت شركة كانون مرة أخرى على رأس قائمة الشركات اليابانية وفي الترتيب الثالث العام استنادا إلى براءة الاختراع الأمريكية التي حصلت عليها في العام 2014، وذلك بحسب أحدث تصنيفات للنتائج الأولية لبراءات الاختراع تكنو. وكان قد تم تصنيف الشركة من بين أبرز 5 شركات حاصلة على براءات الاختراع على مدى 29 عاما متتالية طبقا لما ورد بوكالة الأنباء الألمانية. أيضا من اليوم أخبارنا في تكنو، أطلقت خدمة التخزين السحابي دروب بوكس تحديثا جديدا لتطبيق ميل بوكس المملوك من قبلها والمخصص لإدارة البريد الإلكتروني، وذلك لمستخدمي أجهزة أندرويد. ويقدم التحديث الجديد الذي يحمل الإصدار رقم 1.6.2 دعما للحواسيب اللوحية العاملة بنظام تشغيل أندرويد، ولكن على خلاف دعم التطبيق لحواسيب آيباد اللوحية فإن تحديث أندرويد لا يقدم إلا واجهة مشابهة لتلك المستخدمة على هواتف أندرويد، بينما على أجهزة آيباد يتم الاستفادة من قياس الشاشة الكبير بشكل واضح. ما يجلب التحديث الجديد ميزة جديدة لأجهزة سامسونج، وهذه الميزة بادجينج التي تشير المعلومات إلى أنها تتيح إمكانية إظهار عدد التنبيهات بالنسبة لبعض إصدارات واجهات تاتش ويز الخاصة بأجهزة سامسونج، وهي إحدى الميزات التي تأتي مدمجة داخل واجهة سامسونج على أندرويد. يمكن الحصول على التحديث الجديد عن طريق متجر جوجل بلاي، والذي يتطلب إصدار أندرويد 4.03 وما فوق، ويبلغ حجمه 20 ميجا بايت. يذكر أن شركة دروب بوكس كانت قد استحوذت على تطبيق متابعة البريد الإلكتروني ميل بوكس في شهر مارس من عام 2013، والذي كان يقتصر فقط على مستخدمي أجهزة آيفون، آيباد وآيبود تاتش. كان من أخبارنا في تكنو لليوم. صباحاتكم خير، نصبح عليكم جميعا مستمعينا، ولمن انضم لنا في هذه اللحظات نقول أهلا بكم.